احنا ديما والدينا كيقولوا لينا الا مشات الصحه مشى كلشي. الصحه هي اهم حاجه في حياه الانسان. كنشوفوا الرقمانه موجوده في كلشي، موجوده في الماكله، موجوده في الكوزينه، موجوده في الطوموبيل، موجوده في اي حاجه. علاش ما تكونش موجوده في الصحه ديال الانسان؟ في الصحه الانسان، في التتبع ديالو ديال لي زوبجيكتيف، كاين اللي باغي يضعف، كاين اللي باغي يصحح، كاين اللي باغي يقاد الصحه ديالو، فولا بد ما غتكون الرقمانه موجوده. فالشراكه اللي زينا اليوم باش نديروها مع هاد لو كونغري ناسيونال ديال لي كوس سبورتيف، جينا باش نقدموا لهم الحلول المرقمنه ديال سيسبي باش تعاونهم وتسهل عليهم الحياه. من ناحيه اش؟ من ناحيه تسهل عليهم الخدمه مع لي كوتشي ديالهم، وثانيا ترفع من القيمه ديال الخدمات اللي كيعطيو، وايضا من 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 الجوده ديال الخدمات اللي كيعطيو، باش يكون تتبع ديال الكوتشي راسو ديال فين وصل الاهداف ديالو، فين مشيت، فين جيت الى اخر هذه الماموريه، وتولي عنده سهله باش يتبع الصحه ديالو فين وصلت اليوم وفين وصلت غدا وفين غادي بها القدام.